السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عسلامة أخواتي العزيزات، إن شاء الله يا ربي ديما تكونوا في أحسن الأحوال وتكونوا لباس، وأنتم والعائلة وكله في أسعد الأوقات. اليوم بصراحة ما كنتش نسجل، لكن بعد ما عملتها قلت لازم نوريها لهم، نعطيهم فكرة بصراحة بنينة برشا وعجبتني. كيكة سكروت للأولاد، يعني ساندويتش لأولادنا، اللي هي والحاجة هذه اسمها كيف برشا ناس يعرفوها، مطبقة تونسية لكن على طريقتي أنا، اللي هي أنا أول حاجة سنبدأ بالفيح متاعو، اللي أنا عملت الحشو متاعو فلفل وفلفل حار وبصل، قليت برشا بصل وطماطم، وحطيت بعد كتابة حطيت مغرفة طماطم معجونة زادك كعب طماطم كعب طماطم وفلفل وفلفل كحل وكل، وقليتهم حتى الوقفوا على الزيت متاعهم ما فهمش برشا ماء، وبعديك حطيت فيهم الطن والعظم مسموط قصيته تروف تروف كيما هكي تشوفوا، حارة شوية بالنسبة للصغار ينقصوا اللي عنده صغار. أنا شنو الفكرة متاعي عملتها، الفكرة اللي على طريقة عملت الخبز، وإحنا لما نحلوا العجينة متاعنا في الوسط لازم تبدأ رهيفة برشا، نحبوها رهيفة برشا تتقطع. فأنا شو عملت عندي فكرة، جبت واحدة نقص كعاب كبار شوية قد الخبز هذي نحلها، وبعد نعمل واحدة كبيرة صغيرة بركة جست نحلها ونحطها في وسط العجينة بالضبط، يعني فسط هذه بالضبط نهزها، خاطر ما نجمش نهزها خاطر شو مرافع خاطر نعمل، وبعدك نحطها لهنا نحطها في وسط، بعد نحطها في وسطها وبعد نحط العجينة تلمد شوية، وبعدك نسكرها بالطريقة اللي انت تحب تعملها هكا. كل ساندويتش بصراحه انا يعني يحبوها الاولاد برشا ونعملها ونعم هكا نسكرها كي وننزل على شويه تولي كل كسكروت وتوريك الكعبات اللي طيبتهم بصراحه بنينه برشا للاولاد، وشوف كيفاش منظرها طايبه وقت صيي يعني طايبه بالقد كاميرا كيفاش الوحدة. هاو لهنا نطيب فيها منقصة شوية باش ما تتحرقليش، عملت خبيزات على قد الناس الكل هاك، يعني خليتي هذي ما تحرقش لما حالة باهي صفا، وأكيد الناس كل عندها أكيد حاجة باهي يعني كل شيء. ف نعملها ونطيبها، منقص أول مرة يكون سخون شوية ومن بعد يكون نقص فيه شوية الغاز، ونبدا نطيب فيهم كيما هذوما. جات بصراحه بنينه برشا وحاره ومحلاه ويموت عليها المتعه العائلات، يعني التونسيه بصراحه تموت عليها برشا، وان شاء الله حتى الاخوات الاخرين المغاربه والجزائر اي او مصر اي منطقه يعني جربوها، وتنجموا تنقصوا في الحار، لان يعني احنا التونسه ناكلوا برشا حار، تنجموا نتوما تنقصوا في الحراره نتاعها، مش لازم تحطوا هذا الفلفل او منه شويه تحطوا والباقي يعني عاديه، لأن توانسة ما ناكلو كان بالحار والهريسة والحاجة هذيا. فالفرينة متاحة عادي جدا نورمال، ما فيهاش حتى معناها زيادة، جست ملح وفرينة الكمية اللي تحب عليها انت، مش بضرورة نقولك قديش انت عندك ميزانة الماء، هي تجي شوية مرخوفة للعجينة شوية ملح وشوية زيت نحط في وسطها زادة هي قبل نعجن فيها، شوية زيت نبصصها وكها وشوية ونخليها تخمر، نخليها ترتاح مش تخمر، لأن ما فيهاش خميرة، حكيت ساعتين ساعة ونص انت الوقت اللي عندك، حتى قد ما ترتاح قد ما تحلك من بعد وما تتقطعش فهمت. ف ومن بعد نحلها ونبدا نكون انا مطيب الحشو يكون برد وكل، نكون الحشو نتاعنا برد ونحشي بها ونبدا نطيبها كي ونقلب ديما باش ما تتحرقش برشا، يعني باهي معناها تكون مقبوله تتاكل. وبالنسبه لي انا هذايا بالنسبه لاولادي وراجلي وكل العائله، لكن بالنسبه لي انا نعمل ديما خاطر مني عامله ريجيم، وللاخوات اللي عاملين ريجيم ما يحبوش ياكلوا الفرينه البيضه، انا عندي قمح، عندي قمح يعني فرينه قمح ومعها الشوفان، حطيت فيها الشوفان ساعات نحط فيها شيء. طيب انا برك عملت خبزه مازلت تخمر ما عملتهاش يعني، لكن باش نجبد نعمل وخليت الحشو لروحي باش نقدها ونطيبها، وباش ما نحرمش روحي انا ناكلها ونزيد اذا كان حابه ان الحار، لانه تعرفوا انتم الحار هو يعاون في حرقان الدهون، فجربوها وصحه وبالشفاء. يلا السلام عليكم ورحمه الله.